لن تجد شيئا يهديك لحسن الخلق. فلا أتم بالوجوه وأكملها وأسلمها وأفضلها أتم من كتاب الله جل جلاله الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأ كتاب الله وأحل حلاله وحرم حرامه، تجده يدعوك إلى حسن الخلق في أشد المواطن وأصعبها. فاليهود يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويشتمونه، ومن بعدها فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمهم من الإثم، يجعلك تسمو إلى معالي الأمور، ما تنزل إلى الحضيض، ولا تجاري الجاهل في جهله، ولا السفي في سفهه، والغوي في غوايته، يجعلك فوق مع الناس بالصبر والتحمل. أين تجد؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر عاقبة الخلق الحسن، أن الله شهد من فوق 7 سماوات أن صاحبه ذو حظ عظيم. فإذا وفقك الله وأعانك وسددك بقراءة القرآن، وأن أي شيء يأمرك الله به في القرآن تفعله، بمعنى أن أي موقف بينك وبين الناس جرب من الآن أن تأخذ على نفسك وتطبق في أقوالك وأعمالك، أن أي شيء يقع بينك وبين الناس تعرضه على قول الله عز وجل، إن أصابوا أو أخطأوا، وسترى والله كيف تهدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها.